بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان شاء الله رب العالمين هنبدا النهارده في كورس تاسيس اللغه الانجليزيه. انا عارف ان انا بخاطب ناس في ثانويه عامه او في ثالثه اعدادي وما فوق، فعشان كده هنعمل حاجه تليق بيكم. الكورس اللي هنبدا بيه النهارده ان شاء الله هنتناول اللغه الانجليزيه من اولها كده ونبدا نطلع مع بعضينا، بس انا سميت الكورس ده اسم غريب شويه، كورس تاسيس اللغه الانجليزيه من بعد الصفر بشويه، بنحب نكسر العادات كده. الطبيعي ان الناس بتبدا من الصفر، الصفر ده حضرتك اللي هو الحروف اللي انت اصلا حافظها، فتعال نبدا بقى من بعد الصفر بشويه. عايزك النهارده قبل ما تطلع من الفيديو ده تكون اتعلمت ازاي تعمل جمله سليمه، وتعرف اركان الجمله دي وكل واحده منهم اسمها ايه بالعربي وبالانجليزي، واشكال المصطلحات دي. فالنهارده هناخد بناء الجمله ان شاء الله، وهناخد انواع الفاعل، وهناخد الفعل وانواعه، وانواع المكملات، وهناخد ترجمه الصفه والمضاف اليه، والاهم من ده كله ان احنا ناخد امثله عمليه وازاي ممكن يجي لي سؤال زي كده في حاجه تافهه زي دي وانا طالب ثانويه عامه. اي جمله يا شباب في الدنيا بتبدا بفاعل، بدايه كده اي جمله تبدا بفاعل، بعد الفاعل ده لازم يكون في فعل، وبعدين لازم يكون في حاجه اسمها المكملات. عايزك تركز معايا في الكلام اللي هقول لك عليه ده واحده بواحده كده وما تستعجلش، ولو انت عارف الكلام ده سرع الفيديو شويه او قدم على اللي بعدها، لازم هتسمع حاجه انت هتكون بالنسبه لك جديده. الفعل ده اللي هو اسمه في اللغه الانجليزيه اسمه سبجكت، سبجكت يعني فاعل. طيب الفعل ده اللي هو اسمه فيرب. طيب المكملات دول اللي هناخدهم النهارده اللي ممكن تكون اكتر من حاجه، بس تعالى الاول كده نمسك حته بحته ونشوف. بدايه الفاعل ده هنبدا ناخد الاول انواع الفاعل. الفاعل ده ممكن يكون ايه يا ترى؟ رقم واحد ممكن يكون اسم اللي احنا عارفينه اسمه ناون. اسم زي مين بقى؟ سواء اسم عاقل بني ادم يعني، او اسم جماد، او اسم حيوان. عاقل مثلا زي ما انت تقول لي مثلا علي. طب الجماد زي مثلا تيبل الترابيزه. طب الحيوان زي ما تقول لي كات كور كات دوج ايا كان. فانا عايزك تفهم كده ان الفاعل ده ممكن يكون رقم واحد اسم. الاسم ده ممكن يكون حد من الناس دي. حلو؟ حلو الكلام. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزك تاخد بالك منها، الاسم ده في اللغه الانجليزيه اصلا ليه انواع. فقال لك ان في نوع اسمه كونكريت ناون، وانا هديك على كل واحده منهم مثال سريع كده عشان احنا بنعمل كورس تاسيس. وفي ابستراكت ناون، وفي كومون ناون، وفي بروبر ناون. طيب هو انا يا مستر اللي عايز اعمل جمله هفكر في موضوع الحاجات دي ليه اصلا؟ يعني عايز اعرف الحاجات دي ليه؟ لا انا بديك الحاجات دي لانك في طلاب ثانويه عامه ممكن يجي عليها سؤال. طيب عايزك تفهم الكونكريت ناون ده يعني الاسم اللي ممكن نمسكه بايدينا، زي مثلا كات، زي كور، زي دور، اي حاجه تعرف تمسكها بايدك، وانا هرسم لك هنا صوره الايد كده، اي حاجه تمسكها بايدك فهي اسمها كونكريت ناون. طيب الابستراكت ناون الاسماء اللي لها علاقه بالفيلينجز بالمشاعر، زي مين مثلا؟ زي لاف، زي بيشنس الصبر، زي ريسبكت الاحترام، والناس دي. طيب الكومن ناون والبروبر ناون دول معناهم من الاخر ان الكومن ناون ده اسم الفئه نفسها، والبروبر ناون ده المثال اللي ممكن يعني نضربه على الفئه دي. على سبيل المثال كلمه بوي يعني ولد، ده كده كومن ناون. طيب كلمه سامي او علي او كده ده بروبر ناون. لما نيجي مثلا نقول داي، داي ده فئه. طيب لما نيجي بقى نقول ساندي ده المثال بتاعها. فانا عايزك تفهم ان الفرق بين الكومن والبروبر ناون في الاتي، ان الكومن ناون ده اسم الفئه نفسها، الولد البنت، لكن لما تيجي تقول لي منال، منال دي مثال على البنت، يبقى بروبر ناون، يبقى منال بروبر ناون، لكن جيرل دي كومن ناون. في الامتحان مش هيسالك ويقول لك صنف لي واذكر لي والقصه دي، لا، لكن هو هيديك جمله فيها اسماء ويقول لك طلعت. واحنا طبعا هنعمل امثله زي ما اتفقنا كده في اخر حاجه خالص، امثله عمليه عن الموضوع ده. يعني قبل ما اقلب عايزك تعرف رقم واحد ان الفاعل ده ممكن يكون اسم، اسم حد من دول. طيب ممكن يكون ايه الفاعل غير كده يا مستر؟ رقم اثنين، الفاعل ممكن يكون يا شباب ضمير. ضمير بس لازم يكون ضمير فاعل، اصلا انت بتقول لي فاعل، فلما تيجي في جمله مثلا على سبيل المثال وتقول لي هيثم ياكل الطعام، لو حذفنا هيثم نحط هو، فهو ده اسم ضمير فاعل. طيب مين ضمائر الفاعل في اللغه الانجليزيه؟ اللي هم هي، شي، ات، اي، وي، زي، ومعاك يو. 1 2 3 4 5 6 7. عايزك زي الشاطر كده من الاول تحفظ ان هم لازم يكونوا سبعه. وعايزك كمان تفهم ان ضمير فاعل ده بالانجليزي ضمير اسمه بروناون. طب الفاعل اسمه سبجكت، يبقى الناس دي اسمها سبجكت بروناون. يبقى احنا متفقين كده ان احنا خدناه لحد دلوقتي يا مستر ان الجمله لازم تبدا بفاعل. الفاعل ده اللي هو اسمه سبجكت، ممكن يكون الفاعل ده ناون اسم سواء حد من دول. طيب ممكن يكون الفاعل ده عباره عن ضمير فاعل زي السبجكت. هديك مثال سريع بالانجليزي كده، لما تقول مثلا اي سي ا دور، اي سي ا دور، الجمله سيادتك اللي قدامك دي بدات باي ولازم تبدا بفاعل.
ده اسمه ايه يا ترى؟ اسمه سبجكت. ركز معايا عشان ما تلخبطش. الاي دي اسمها ايه؟ سبجكت. طب نوعها ايه من حيث كلمات اللغه يعني؟ دي نوعها سبجكت. نوعه ايه يا ترى؟ اسمه سبجكت بروناون. طيب الحاجه الثانيه عايزك تعرفها كمان بالمناسبه، كلمه دور دي ناون. طب نوع دور دي ايه يا ترى؟ كلمه دور دي معناها باب، يبقى هي اسمها كونكريت ناون عشان احنا ممكن نمسكه في ايدينا. طيب الحاجه الثالثه اللي ممكن الفاعل يجي على صورتها، ان هو يجي لك صفه ملكيه زائد اسم. يعني ايه صفه ملكيه يا مستر؟ اللي هم زي كلمه ماي، زي يور، زي اور، زي هير، زي زير، زي اتس، زي هز. ونعدهم سبعه. مظبوطين. دايما عود نفسك ان الضمائر تبقى سبعه ومشتقات الضمائر برضه سبعه. طيب ايه صفه ملكيه؟ قبل ما ابدا كده اقول لك على معلومه خاطفه هنفصلها بعدين، ان الصفه بيكون بعدها اسم. يعني مثلا لما تيجي تخش عليا كده تقول لي قصير، هقول لك مين اللي قصير؟ فلكن لما تقول لي ولد قصير فانا فهمت ان شويه قصير. فالصفه الملكيه لازم يجي بعدها اسم. فلو عايز اقول لك كتابي فهقول لك ماي بوك، يعني كتابي. طب كتابنا هنقول اور بوك. طب كتابها هي فنقول هير بوك. طب كتابهم زير بوك. طب طب زيل القطه مثلا يبقى نقول تيل، يعني زيل، فنقول اتس تيل. طيب يبقى احنا قلنا كده رقم ثلاثه من اشكال الفاعل ان هو ممكن يجي على شكل صفه ملكيه. الصوره الرابعه يا شباب ان هو ممكن يجي على صوره فيرب ومضاف له اي ان جي، فعل مضاف له اي ان جي. على سبيل المثال لما تيجي مثلا تقول لي واتشنج تي في ميكس مي هابي، يعني مشاهده التلفاز تجعلني سعيدا. طيب مين الفاعل هنا يا ترى؟ واتشنج تي في. ماله يا عم واتشنج تي في ده؟ بالفعل كلمه ميك وبعدين دي مكملات. طيب فانا عايزك تفهم وتعرف ان الفاعل ممكن يجي على صوره اسم او يجي على صوره ضمير فاعل او صفه ملكيه زائد اسم، ممكن يكون فعل ضاف له اي ان جي. اخر ملحوظه هقولها لك على الفاعل هي رقم خمسه، ان ممكن يكون اكتر من كلمه. الفاعل ممكن يكون اكتر من كلمه، بمعنى لما تيجي تقول لي مثلا الحضاره المصريه القديمه هي مهد الحضارات، مش هنترجم دلوقتي، هنيجي لترجمه الجمل دي كلها في الاخر، بس مين الفاعل يا ترى؟ الحضاره المصريه القديمه. كم كلمه دول؟ ثلاث كلمات. ممكن تيجي مثلا تقول لي المشروع الجديد الذي يقع في القاهره ينتج او يضخ اموالا كثيره. المشروع الجديد الذي يقع في القاهره ده كله فاعل. ما هو المشروع ده؟ يضخ، ده الفاعل. فانا عايزك تفهم قبل ما نمسح السبوره كده، اول حاجه هطلبها منك انك تركز ان الفاعل يعني سبجكت. طيب السبجكت يا مستر ممكن يجي اشكاله ايه بالظبط في الجمله؟ ممكن يكون السبجكت على شكل ناون، ممكن يكون على شكل سبجكت بروناون. ده بس ثانويه عامه فانت اكيد فاهم ان انا بتكلم انجليزي يعني في الكلام ده. سبجكت بروناون ممكن يجي على شكل، معلش ما ترجمتلكش صفه ملكيه يعني ايه، اسمها بوزيسيف ادجكتيف. ممكن يجي على شكل بوزيسيف ادجكتيف، ممكن يجي على فعل، على شكل فعل مضاف اي ان جي، وممكن اكتر من كلمه. دي اشكال الفاعل، ده كله كده شكل الفاعل. يعني الفاعل ممكن يجي في الاشكال دي. سكرين شوت يلا اتفضل عشان امسح السبوره واكتب حاجه ثانيه. تمام. بعد ما اتكلمنا في اشكال الفاعل وهو ممكن يجي ازاي وكده، تعالى بقى نبدا في حاجه ثانيه. او لا حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه اللي عايز احكي لك عنها هي الفاعل. عايزك تفهم ان كلمه فعل يعني فيرب، والفعل ده فيه منه نوعين. في مين فيرب يعني فعل اساسي، وفي هولدنج فيرب. هولدنج فيرب اللي هو الفعل المساعد، يبقى ده فعل اساسي وده فعل مساعد. يعني ايه فعل اساسي ومساعد؟ انا هديك جمله وانت هتحكم معايا مين المساعد ومين الاساسي. لما تقول لي مثلا اي كان واتش تي في، الجمله اللي قدام حضرتك دي بادئه بالاي، اللي انت عارف هي مين في الجمله هنا؟ قول معايا بقى كده، قول معايا. الاي دي هي فاعل الجمله. يعني ايه فاعل يا مستر؟ يعني سبجكت. طب معلش سؤال رخم، هو نوع ايه الفاعل ده يا مستر؟ ده اسمه سبجكت برو ناون، يعني ضمير فاعل. طيب كلمة كان دي هي نوعها فيرب، بس كلمة كان دي فعل مساعد. فعل ايه يا شباب؟ مساعد. ركز لي كده عشان اقول لك مين الافعال المساعدة في الانجليزي. مين هي الافعال المساعدة في الانجليزي؟ رقم، هم اربع حاجات. الافعال المساعدة في الانجليزي هم اربع فئات فقط، ما لهمش خامس. اول حاجة اللي هي قالت الفيرب تو بي، والفيرب تو دو، والفيرب تو هاف، والمودال فيربس، الافعال الايه؟ الناقصة. لو انت عايز فعل مساعد في الدنيا هتروح للناس دي. اي فعل مساعد في الدنيا هتروح للناس دي. والناس اللي هتذاكر ورايا لما نيجي في المحاضره الثانيه
اساله سؤال هيرد عليا، السؤال ده هيكون ايه؟ ايه لازمه الفعل المساعد ده في الدنيا؟ رقم واحد بستخدمه عشان اعمل النفي، رقم اثنين عشان اعمل السؤال. يبقى الفعل المساعد ده لازمته ان انا بستخدمه في النفي والسؤال. الكلام معظمه نظر دلوقتي، بس هندخل على التطبيق. طيب احنا اتفقنا كده ان انت عارف ان الفيرب تو بي اللي هو ام واز وار ووز وير اللي هم كام واحد؟ خمسه. الفيرب تو دو اللي هم دو ديد ودز، طب هاف وهاس وهاد، طب المودال فيربس اللي انت عارفهم اللي هم كان وكود ويل وود وشال وشد، الناس دي اسمها فعل ايه؟ فعل ناقصه. طيب الافعال الناقصه دي دايما مساعده، يبقى انت عارف ان الافعال المساعده هي الناس دي. طيب تعالى بقى نشوف، انت قلت لي اي دي سبجكت اللي هو نوع سبجكت برناون. طب كلمه كان يعني يستطيع، نوعها ايه؟ يستطيع، ده فعل حضرتك في العربي، فهو في الانجليزي فعل. طب نوعه ايه يا ترى؟ ما هو ده مودال فيرب، يعني هو تبع الهيلبنج فيربس الافعال المساعده. طيب الحاجه اللي بعد كده كلمه واتش يعني يشاهدوا، ده فيرب برضه. طب نوعه ايه يا ترى؟ ده مين فيرب. عايزك تفهم حته كده، يعني ايه مين فيرب؟ يعني الفعل الاساسي اللي بيديني رساله في الجمله. بمعنى انت بتقول لي كان ده فعل مساعد، حلو؟ نفترض ان كلمه كان دي اصلا مش في الجمله، يلا نشيلها كده، هتبقى الجمله اي واتش تي في، يعني انا اشاهد التلفاز، المعنى زي الفل ازاي؟ طب لما تيجي نشيل كلمه واتش اللي هي الفعل الاساسي ينفع؟ ما ينفعش، لانك هتقول لي انا استطيع التلفزيون، ده تهريج. فانا عايزك قبل ما نقلب الحته دي عايزك تهدى كده واحده بواحده، واللي هنقوله هنعيده، عايزك تمشي من المحاضره وانت فاهمها الاول. ان الفاعل قلنا خلاص، الفعل اللي هو اسمه فيرب، والفيرب ده فيه نوعين، في مين فيرب وفي هيلبنج فيرب. المين فيرب هو الفعل اللي شايل رساله الجمله، اللي هو بيديني معنى الجمله. الفعل المساعد هو الفعل اللي اصلا بيساعد، يعني ملوش اي ستيل لازمه. يعني ممكن نشيله فيأثر على القاعده لكن ما يأثرش على المعنى، يعني ايه برضه؟ لما نيجي مثلا في جمله نقول شي از سليبنج، يعني هي نائمه، عارف احنا لو شلنا من هنا في الجمله دي، طب تعالى نفصل مع بعض يلا. شي دي عباره عن الفاعل اللي هو اسمه ضمير تابع ضمير الفاعل. از دي هيلبنج فيرب. طيب وسليبنج ده الفيرب نفسه. طب يا مستر احنا لو شلنا من هنا من الجمله دي از هتبقى شي سليبنج، القواعد غلط لكن المعنى هي نائمه. حلو؟ طيب واحد هيسالني سؤال ويقول لي يا مستر طبعا انا بتعامل مع ناس ثانويه عامه والمحتوى انا فاتحه بحري، يعني بحاول اتكلم من غير ما احضر عشان اخد راحتي معاك كده. ايه الفرق يا مستر بين ريدنج لوحدها كده وبين لما تقول لي از ريدنج؟ يفرق معاك؟ اه يفرق طبعا. يفرق في ان كلمه ريدنج دي حضرتك عباره عن، كلمه ريدنج دي عباره عن ناون، لكن از ريدنج ده فيرب. ريدنج يعني القراءه. طب از ريدنج يعني يقرا، فركز في دي كويس، عايز تعرف الكلام عشان في الترجمه بيصطادق فيها. طيب فاحنا كده اتكلمنا على انواع الفعل يا مستر. في اشكال للفعل يا شباب هناخدها قدام لما ندخل على البارتس اوف سبيتش، اللي هو لينكينج فيرب وستيتيف وترانزيتيف وانترانزيتيف وديترانزيتيف. الكلام ده هناخده كله بالتفصيل، بس احنا لسه بنعمل محاضره كده تقديميه للحوار. انا همسح السبوره دلوقتي، بس لو سمحت قبل ما امسح السبوره خليك معايا لما اقول لك تاني اللي انا قلته سريعا. الجمله تبدا بفاعل وبعدين فعل ومفعول. الفعل اتفقنا على شكله وفصلناه، الفعل اللي هو الفيرب في منه مين فيرب وفي منه هيلدنج فيرب. المين فيرب اللي هو الفعل اللي بيشيل رساله في الجمله اللي انت بتفهم منه حاجه. طيب الحاجه الثانيه عايزك تعرف ان الافعال المساعده دول هم اربعه، فيرب تو بي ودو وهاف والمودلز. طب ايه لازمتهم مؤقتا لما نبقى نشرح؟ بنستخدمهم عشان نعمل نفي وعشان نعمل سؤال. ده الحوار اللي هيبقى في محاضره من المحاضرات المقبله. هنخلص دول كده خلصناهم، ندخل على كده على حاجه ثانيه اللي هي مكملات الجمله. يعني ايه مكملات الجمله بقى؟ المكملات. المكملات دي حضرتك على حسب اللي انت بتقوله في العربي، على سبيل المثال لما تقول مثلا اعيش في القاهره مثلا، انام الساعه السابعه مثلا، طيب انا اذهب الى المدرسه بالسيارة. أنا عارف إنها جمل بسيطة بس عشان أوضح لك الحتة الكونسبت نفسه. أعيش في القاهرة دي تعالى نترجمها إنجليزي هتبقى إيه؟ تبقى I live in Cairo. الفاعل هنا I، الفعل هي كلمة يعيش. طب المكملات دي in Cairo دي عبارة عن ظرف. طيب لما تيجي في الجملة اللي بعدها أنام الساعة 7 يبقى I sleep at 7. ده فاعل وده فعل ودي مكملات اللي هي عبارة عن ظرف زمن برضه. طب أنا أذهب المدرسة بالسيارة I go to school by car. ركز بقى، ده الفاعل وجو يعني يذهب، ده الفاعل. تو عباره عن بريبوزيشن حرف جر، سكول المدرسه اللي هي المفعول، وباي كار يعني بالسياره. فانت هتلاحظ ان الجمله فيها فاعل وفعل ومكمل، عشان كده دايما انا بعترض على اللي يقول لك فاعل وفعل ومفعول، ما هو مش لازم يبقى مفعول، ممكن تبقى مثلا I left yesterday، انا غادرته بالامس، هو كلمه بالامس دي مفعول؟ لا، فدي اسمها مكملات.
طيب المكملات دي هتبقى على حسابك على شكل صفه ظرف وهكذا. يعني ايه صفه مثلا؟ لما تقولي I am sad ده فاعل وده فعل ودي صفه، مش هنقول عليها مفعول. هناخد المكملات برضو بالتفصيل كل واحده لوحدها بس بعد ما نكسر حصه او المحاضره الاولى دي. كده خلصنا الجزء الاولاني واتكلمنا عن بناء الجمله وقلنا ان هي فاعل وفعل ومفعول وعرفنا كل واحده منهم اسمها ايه. خدنا انواع الفاعل وقلنا انه ممكن يكون على شكل ضمير ضمير فاعل او يكون اسم او يكون صفه ملكيه زائد اسم الحاجات دي. وخدنا الفعل وقلنا انواع. طيب وقلنا انواع المكملات. طب ما تيجي بقى ناخد حاجه ثانيه كده اللي هي ترجمه الصفه ومن هنا نبدا نطلع سلمه ثانيه. يعني احنا كده كسرنا اول سلمه الحمد لله، نطلع السلمه الثانيه. تعالى بقى نشوف موضوع ترجمه الصفه دي كده واقول لك على كذا حاجه مهمه جدا عشان هنعمل شويه اكسرسايز مع بعض وناكد على الموضوع ده. انا دايما هسيب الحته دي زي ما انت شايف كده، بمسح السبوره كلها واسيب دي لان ده الاساس اللي احنا هنفضل شغالين عليه بقيه حياتنا. تعالى بقى ناخد شويه جمل. اول جمله مثلا معانا، لو انت جيت قلت لي مثلا يعيش الاسد او تعيش الاسود، خليها تعيش الاسود، تعيش الاسود في الغابه، تيجي نترجم مع بعض. احنا متفقين يا عم ان في اللغه العربيه، اسمع الكلمتين دول مني كده، في اللغه العربيه، في اللغه العربيه عندك جمله اسميه وجمله فعليه. يعني ايه جمله اسميه وجمله فعليه؟ جمله اسميه انك تقول لي الاسود تعيش في الغابات، طب الفعليه انك تقول لي تعيش الاسود في الغابات، ده فين حضرتك؟ في العربي. طب في اللغه الانجليزيه بقى حضرتك، احنا ما عندناش حاجه اسمها جمله فعليه، دي مش موجوده. الجمل اسميه دائما. طب ما هو انت حضرتك مديني جمله دلوقتي تعيش الاسود في الغابات، جمله مكتوبه فعليه بدأ بالفعل، انا عايز اترجم، هتعمل ايه؟ هتبدا تعمل دي بقى، هتبدا تدور على السبجكت اللي هو الفاعل، مين اللي عايش؟ الاسود اللي هي مين يا عم؟ اللي هي لايونز. طب كلمه يعيش اللي هي اسمها ليف، في الغابات يعني ان ذا فورست. بس في هنا فكره عايزك تعرفها ودي حته مهمه جدا، لابد من الاتفاق بين الفاعل والفعل. يعني ايه؟ خصوصا في المضارع البسيط والحاجات اللي هي بتعتمد على كده. على سبيل المثال انت هنا قلت لي لايونز، حلو، واحنا هناخد ده في المضارع البسيط في المحاضرات اللي جايه لما ندخل على ازمنه بالتفصيل، ولكن ملحوظه على السريع كده. لايونز الاسود، عايزك تفهم لما يكون معاك اي وي يو زي او اسم جمع، في الحاله دي بنستخدم الفعل في المصدر. طب لو هي وشي وات واسم مفرد، في الحاله دي بنضيف للفعل اسم. حلو الكلام، حلو الكلام. طب هو مين الفاعل اللي قدامي في الجمله دي يا مستر؟ الفاعل هنا الاسود اللي هي عباره عن اسم جمع، فخدنا الفعل في المصدر. طيب اديني مثال تاني على جمله زي غير دي. لما نيجي مثلا تقول تساعد الام في بناء الاسر مثلا، تساعد الام في بناء الاسر، مين اللي بيساعد يا مستر؟ مين الفاعل؟ الام. فده الفاعل. اوعى تكتب في الترجمه help mother، انت كده بتهزر، ده غلط. ما ينفعش نبدا اي جمله في اللغه الانجليزيه بالفعل، لازم تبدا الجمله بالفاعل، حلو، والفاعل اللي هي الام اللي هي اسمها mother. طيب كلمه يساعد اللي هي اسمها help. طيب في هنيجي عند دي وهناخدها دلوقتي، بس احنا هنكتبها دلوقتي وبعدين اقول لك عليها بعدين. يعني تو يا ابني اسمها build، الاسر اللي اسمها families، to build families. في ملحوظات هنا عايزك تطلع بيها. انا عارف ان انا سايب الكورس او سايب المحاضره مفتوحه، اتفقنا على حاجه وبناخد حاجات تانية بس عشان المقام جه وذكرها. ركز معايا يا حبيبي الغالي، عايزك تفهم وانت بتترجم ان كلمه هيلب دي الاول، واحفظ واحده بواحده بقى. الناس اللي بتشتكي من حروف الجر احفظ، ممكن نجيب بعدها تو الفعل في المصدر، ممكن نجيب ان والفعل مضاف اي ان جي او اسم، ممكن نجيب بعدها وز والفعل مضاف اي ان جي او اسم برضه. طيب ممكن نجيب بعدها الفعل في المصدر على طول، يبقى انت كده معاك هيلب ليها اربع احتمالات. حلو، حلو، انت هنا قلت لي هيلب وبعدين خدت تو فجبت بعدها المصدر، يبقى تو بيلد. تمام مستر، في معلش سؤال بسيط كده، مش كلمة يبني يعني بيلد؟ اقول لك حلو. طب كلمة بناء يا مستر يعني بيلدنج؟ هقول لك زي الفل. هتروح ماسكني من ايدي وتقول لي بقى دي بناء وانت بسلامتك كاتبها لي بيلد؟ هقول لك يا غالي لو انت كتبت لي تو لازم تاخد بعدها المصدر حتى لو الكلمة مكتوبة اسم. مثلا لما تيجي مثلا لتحقيق السلامه والامن وحاجات كتير كده، كلمه لتحقيق ديت كلمه لي يعني لكي نحقق، يبقى انت هتقول لي تو. يا ترى هتقول لي تو اتشيف ولا تو اتشيفنج ولا تو اتشيفمنت؟
يعني ايه الفرق بين الثلاثه؟ ما هو اتشيف يعني يحقق. طب اتشيفنج واتشيفمنت يعني تحقيق، ودي برضه تحقيق. الراجل في الجمله قال لي تحقيق، يا ترى ناخد اتشيفنج واتشيفمنت؟ هقول لك لا. ليه؟ لانك انت قلت لي تو، فانا عايزك تفهم لما تستخدم تو تجيب بعدها الفعل في المصدر حتى لو هو مكتوب في العربي اسم. حلو. طيب واحده كمان برضه عايز اقول لك مثلا ايه، اذهب الى المكتبه، المكتبه لقراءه الكتب. حلو. لقراءه دي اللي انا عايز العب عليها، يبقى انا اقول في الجمله هقول لك اي جو تو ذا لايبرري تو، يقرا يعني ريد، والقراءه يعني ريدنج. انا هقول تو ريدنج يا مستر؟ هقول لك لا طبعا، اكيد انت عارف انها ما تنفعش. ليه؟ لان تو بنجيب بعدها الفعل في المصدر. حلو كده. وانت عندك في العربي اصلا ان يفعل دي اصلا مصدريه. يبقى دي الملحوظه الاولانيه قلتها لك، انك لما يكون في الجمله هتستخدم حرف الجر تو ناخد بعد الفعل في المصدر دايما. حلو. الملحوظه الثانيه والاهم من ده كله، ان اي حرف جر لازم بعده الفعل يكون مضاف له ing. اي حرف جر، وانت اكيد لاحظتها، ما هو ام دي حرف جر، ويز حرف جر، طب ما هي تو مش حرف جر؟ طب ما لا، انت هنا قلت لي ايه؟ هي في العربي مكتوبه فيه، هي المفروض تبقى ليه بناء؟ ليه بناء؟ لكي يبني يعني، فتو هنا مش حرف جر. طيب الملحوظه اللي بعد كده الاهم من ده كله بقى، اوديك مثال كمان عادي. لما اقول مثلا اي ام مثلا انترستد ان، انت خدتها في ثالثه اعدادي، يعني مهتم بيريد ولا ريدنج؟ لا هتقول لي ريدنج. طب ليه؟ لان ان حرف جر لازم بعدها الفعل مضاف له ان جي. يبقى احنا كده خدنا كم ملحوظه في الجمله دي؟ رقم واحد لما يكون في قدامك تو ان ياخد بعدها الفعل في المصدر حتى لو مكتوبه هنا اسم. رقم اثنين انك تبدا بالفاعل حتى لو الجمله فعليه. رقم ثلاثه واللي احنا قلناه هنا، الاتفاق بين الفاعل والفعل. يعني ايه اتفاق؟ يعني انت قلت لي لاينز اسم جمع، والاسم الجمع بعده المصدر. طب ما انا قدامي الام مفرد يا مستر، فلازم الفعل يكون بعدها مضاف له اسم. انا عارف ان في ناس اكيد عماله تلطم وتقول دي من ساعتها، بس احنا بناخد الملحوظات واحده بواحده. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام. يبقى احنا اتفقنا كده على ان الملحوظات دي لازم تركز فيها. طيب كمان مثال، لو انت عايز تعمل سكرين شوت اتفضل عشان اكتب كمان مثال. تمام. المثال اللي بعد كده يا شباب اللي عايزين ناخده مع بعض، والامثله دي اهم ما في الموضوع، اهم من الشرح. ما تسمعش شرح كتير لاي مدرس، اسمع حل، شوف بيحل ازاي عشان تتعلم. تعالى اكتب كمان برضه. لما نيجي مثلا نقول تصدر مصر القطن لدول لكل الدول. لكل الدول. دي واحدة. كمان جملة عايزين نقول ايه؟ الأرض المصرية تنتج محاصيل جيدة. احنا عايزين نعرف نعمل ايه؟ احنا عايزين ناخد ترجمة الصفر. كمان من ضمن الجملة اللي انا كاتبها لك، يحذر الأطباء الناس من التدخين لأنه مشكلة كبيرة. تعال نترجم مع بعض الثلاث جمل دول ونشوف هنعمل ايه. أول واحدة، تصدر مصر القطن لكل دول العالم. مستر أنت قلت لي أول مبدأ لازم أجيب الفاعل الأول. مين الفاعل هنا؟ اللي هي مصر. طيب القطن دي موقعها في الإعراب ايه؟ والله يا فندم مين اللي بيصدر مصر؟ فدي الفاعل. هي مصر بتصدر ايه؟ بتصدر القطن، فهو ده اللي بيصدر، فده المفعول، صح؟ فأنت تبدأ الجملة بمين؟ بإيجيبت. كلمة يصدر دي اللي اسمها اكسبورت، تمام. أكيد أنت فاهم. القطن اللي هو اسمه كوتن. لكل دول العالم إلى يعني تو all the world countries. لكل دول العالم، بس عايز أقول لك على ملحوظة. هو أنت يا مستر ليه قلت لكل دول العالم، ما كتبناش العالم هنا؟ لكل دول العالم، أنت ليه بدأت في الجملة بالترجمة بورلد وبعدين كانتريز؟ بص يا سيدي، عايزك تفهم الكلام ده كويس. لما تيجي في العربي تقول لي دول العالم، مش العالم دي مضافه ليه؟ لما تيجي تقول لي مشكله، تبقى تحتها شويه، مشكله البطاله، مش البطاله مضافه ليه؟ لما تيجي مثلا تقول لي نقص المياه، مش المياه مضافه ليه؟ ما هو لما يكون في نكره بعدها معرفه فبنعرفها مضافه ليه؟ دي لها ترجمتين. المضاف اليه له ترجمتين اتنين. الاولانيه انك تمشي بالمقلوب كده، فتقول لي the world countries. طيب او انك تقول لي unemployment problem. طب نقص المياه water shortage. يبقى اول حاجه كده الطريقه الاولانيه اللي هي طريقه الاقلاب، انك تقلب. الطريقه الثانيه انك تستخدم الصيغه اللي هقول لك عليه، بتروح جايب ذا الاسم الاولاني اوف الاسم الثاني. يعني ايه؟ ده الاولاني وده الثاني، فتقول لي ذا countries
of the world. طب هنا the problem of unemployment. طب هنا the shortage of water أو the lack of water. يبقى أنت كده لما تحب تترجم مضاف إليه بتعمل كده. ده معناها إنك لما جيت قلت لي دول العالم فتقول لي the world countries أو كان ممكن تقولها the countries of the world ويبقى الجملة كده زي الفل. طيب الجملة الثانية الأرض المصرية تنتج محاصيل جيدة. لو أنا سألتك هو المصرية دي مش صفة للأرض؟ صفة للأرض. احنا اتفقنا لما نيجي نترجم المضاف اليه فانت قدامك كام طريقه؟ اثنين، انك تقلب او انك تستخدم الصيغه. طب ترجمه الصفه مفيش غير طريقه واحده بس، انك تقلب فقط. الاقلاب مع الصفه مفيش حل غير انك تقلب. فلما تيجي تقول الارض المصريه فتبدا بالمصريه، فهتقول لي بقى ذا ايجيبشن لاند، الارض المصريه مالها يا عم؟ تنتج، ينتج يعني برود يوز. كان في حاجه في الجمله اللي فاتت، معلش هرجع شويه بسرعه كده، كان في حاجه في الجمله دي انا حطيت تحتها خط اهو ونسيت اقول لك عليها، اكيد انت خدت بالك هي ايه. لازم يكون في اتفاق بين الفاعل والفعل، فاحنا لازم هنضيف هنا اس لان الفاعل مفرد، نسيت اقول لك عليها. طب ذا ايجيبشن لاند، الارض المصريه، بروديوس يعني ينتج، بس احنا هنقول بروديوس ولا بروديوسز؟ ما هو الفاعل مفرد فانا هقول بروديوسز. محاصيله جيده، هو مين اللي جيد؟ المحاصيل. فكلمه جيده صفه للاسم، ولما تكون بتترجم صفات فبتقلب، بنجيب الصفه الاول وبعدين الموصوف. يبقى انت هتقول ايه بقى؟ جود ومحاصيل يعني كروبس. طيب الجمله اللي احنا خدناها دي عايزك تطلع منها بالملحوظات الاتيه. رقم واحد، ركز ان لما يكون معاك ترجمه صفه يعني الارض المصريه دي صفه، محاصيل جيده دي صفه. لاحظ ان الصفات بنترجمها بالمقلوب وما فيش غير حل واحد فيها، انك تقلب. طب جيده وبعدين محاصيل، فهنا قلنا ايجيبشن لاند وهنا قلنا جود كروبس. طيب لو انت جيت تقول لي بقى محصول القطن يا مستر، هو محصول القطن، كلمة القطن تعرف ايه؟ والله في نكرة وبعدها معرفة، يبقى دي مضاف اليه. طب المضاف اليه قدامك كام طريقة يا مستر؟ اثنين، الأولانية إن احنا نعمل الإقلاب فنقول ايه؟ قطن كروب، أو إنك تعمل ذا، الأولانية مين الكلمة؟ ذا كروب أوف قطن، وهكذا. الجملة اللي بعد كده، يحذر الأطباء الناس من التدخين لأنه مشكلة كبيرة. الجملة دي كانت جت في امتحان ثانوية عامة قبل كده وعايزين نفصلها مع بعض. هو مين الفاعل؟ مين اللي بيحذر؟ الاطباء بيحذروا مين؟ الناس، فده فاعل. فنبدا بقى بالفاعل اللي في الجمله اللي هو مين؟ دكتورز. اكيد قول معايا كده دكتورز، بيعملوا ايه الدكاتره؟ بيحذروا يعني ورد. هنضيف اس؟ لا، لان الفاعل جمع، لما يكون اي وي زي يو اسم جمع ما نضيفش. بيحذروا مين بقى؟ الناس اللي هم بيبل. وعايزك تعرف زي ما احنا قلنا هيلب تو هيلب انه كده، عايزك تعرف ان كلمه ورد يحذر بتجيب بعدها against او ممكن نقول warn from، الاثنين دول معناهم يحذر من. فانت هنا هتقول للدكاتره بيحذروا الناس من، يبقى against او from مين بقى؟ من مين؟ من التدخين اللي هو اسمه smoking. لانه بص دايما وانت بتكتب الجمله فك الحاجات المتكركبه، يعني مثلا لما تقول علي يضحك لانه سعيد، لانه يعني لان علي سعيد. راحة تانية، لما تقول إيمان تجري لأنها متعجلة، لأنها يعني لأن إيمان. فأنت تيجي هنا بقى يحذر أطباء الناس من التدخين لأنه، لأن مين دي؟ لأن التدخين. يبقى هنقول بقى as، لأن اللي هي as أو because it is مشكلة كبيرة. دي بقى اللي احنا عايزين نوصلها من ساعتها وماشيين في الجملة عشان نوصلها. مشكلة كبيرة، اتنين نكرة ورا بعض أو اتنين معرفة ورا بعض، فدي صفات. والصفة ما ليش غير حل واحد، يبقى احنا هنقول big problem. big problem يعني إيه؟ مشكلة كبيرة. طيب في ملحوظة هنا عايز تعرفها، في ملحوظة عايز تعرفها. انا عارف ان الكورس ده انا بادئ المحاضرات فيه سخنة شوية ومكتر في المحتوى، على عكس الناس اللي ممكن يعمل محاضرة كاملة عشان اقول لك الجملة فعل وفعل مفعول، لان انا عارف ان بتعامل مع طلبة ثانوية عامة ووقتك غالي وانا عايز افيدك. وما تنساش تعمل لايك للفيديو بالمناسبة. بص معايا، لما تكون انت معاك صفة زائد اسم، بس بشرط يكون الاسم يعد وجاي في صيغة المفرد، فانت بتستخدم قبله او ان. حلو؟ طيب افرض ان انت معاك صفه زائد اسم، بس الاسم ده هو اسم جمع او اسم لا يعد، فهنستخدمش حاجه خالص هنا. طب اديني امثله. لا مش هنروح بعيد يعني، هنجيب من هنا. محاصيل جيده، ادي صفه وادي اسم، انت كتبتها لي جود كروبس. محاصيل صفه وبعدين اسم، والاسم ده جمع.
فانت ما استخدمتش ا ولا ان ولا ذا، فقلت لي جود كروبس. طب حاجه ثانيه، الارض المصريه، انت ليه ما خدتش ا وان؟ لان بيقول لك الارض يعني معرفها فخدنا ذا. طيب مثال ثاني هنا، مشكله كبيره، مشكله كبيره صفه وموصوف اهو، يعني صفه زي الاسم. طب يا ترى كلمه بروبلم مفرد ولا لام؟ مفرد. طب جمعها بروبلمز، يبقى دي كده اسم معدود وجالب صيغه المفرد، فاحنا المفروض نستخدم او ان، يبقى نقول بيج بروبلم. طب امتى ناخد ا، امتى ناخد ان، امتى ناخد ذا؟ واللخبطه دي هتيجي معادها في حصتها لما نيجي نتكلم عن ادوات التنكير والتعريف في الاجزاء الكلام. فكل الكلام ده هنفصله بالتفصيل، بس انا محتاج منك دعمك، بس تعمل لايك للفيديو كده وما تنساش، وتكتب تحت الكومنتس، ومش هتخسر حاجه لما تعرف زمايلك على القناه، عشان احنا ماشيين بمبدا يا شباب علم غيرك تتعلم، قاعده كده خلصانه، صفي ضميرك وعلم الناس وربنا يكرمك وتتعلم. طيب احنا خلصنا الجمله دي كده، طب ما تيجي نكتب كمان جمله يكون فيها برضو مضاف اليه او صفه وحاجات زي دي، وبرضو هسيب الاستامبل فوق دي هسيبها زي ما هي. لما نيجي مثلا نقول تحاول الحكومه المصريه دعم المواطن الفقير، تمام؟ جمله زي كده، تحاول الحكومه المصريه دعم المواطن الفقير. طيب تيجي نشوف كده، اولا مين اللي بيحاول؟ الحكومه المصريه. يبقى الفاعل كده كام كلمه؟ اثنين. طب يعني ايه الحكومه المصريه؟ والله استنى، الحكومه المصريه، المصريه صفه للحكومه، يبقى انا بترجم بالمقلوب، يبقى هقول ذا ايجيبشن، يا ريتك تكون بتقول معايا ذا ايجيبشن government. مالها الحكومه المصريه يا عم؟ تحاول، يحاول يعني تراي، بس عشان الحكومه مفرد فنقول ترايز. طيب كلمه تراي لازم بعدها تو دايما والمصدر، يبقى تو يدعم، دي اسمها سبورت. احفظ الكلمات اللي انت مش عارفها بقى. المواطن الفقير، المواطن معرفه، الفقير معرفه، يبقى دي نعت او صفه فنقلب، يبقى ذا بور ومواطن يعني سيتيزن. خلص الموضوع. قبل ما احل او قبل ما اقلب على الجمله اللي بعدها، بس انت قلت لي لما يكون في صفه وبعدها اسم احنا بناخد او ان، انت خدت لي هنا ذا، ما هو يا عم قال لك المواطن الفقير، فده تخصيص وناخد ذا، ولو انت مش فاهم عديها لما نوصل للمرحله بتاعت الادوات التعريف والتنكير. طيب كمان واحده، الادمان، الادمان مشكله كبيره تهدد شباب الشباب المصري. الجمله دي انا عايزك تتعلم فيها حاجه، هو اجزاء الجمله ايه لو سمحت؟ يعني عرفني كده بناء الجمله، ببدا منين؟ بالفعل، وبعدين الفعل، وبعدين المكملات. طب ما تفرض يا مستر جمله ما فيش فيها فعل، ينفع؟ ما فيش جمله في الانجليزي من غير فعل، ما فيش جمله في الانجليزي اطلاقا من غير فعل. طيب افرض جمله زي كده، الادمان مشكله كبيره تهدد الشباب، دي عباره عن جملتين، عباره عن جمله اولانيه الادمان يكون مشكله كبيره، بس كلمه يكون مش مكتوبه، فانت هتظهرها بقى، فهتبدا الجمله بترجمه ادكشن اللي هو الادمان، ده الفاعل. طب فين الفاعل؟ مفيش فعل، فتاخد الفيرب تو بي اللي هو از. دايما لو في جمله قدامك ما فيهاش فعل خد فيرب تو بي، يبقى ادكشن از مشكله كبيره، يبقى بيج بروبلم. انا سامع حد بيصوت ويقول نسيت تكتب برافو عليك، ليه؟ عشان صفه وبعدين اسم، فانا بصيت للاسم الاول لقيته اسم مفرد وممكن نعده ونقول بروبلمز، ثانيا الاسم ده ما هوش جمع يبقى ناخد تهدد، يهدد طبعا التي تهدد عشان يبقى واد في اللغه العربيه كده، فتقول التي تهدد، يبقى ده كلمه يهدد يعني 3 10. طب هنقول 3 10 ولا 3 10؟ هو مين الفاعل؟ الادمان مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، يبقى 3 10 الشباب المصري، فنقلب يا باشا من مصر الاول، يبقى ذا ايجيبشن يوث. خلصت الجمله كده، اتمنى ان الجمله اللي احنا بنعملها دي تكون مفيده بالنسبه لك، وهناخد كمان جمله سريعا، معلش استحملني، انا عارف ان احنا كترنا الفيديو طويل شويه، بس استحمل، بس انا عايزك واحنا بنمسح السبوره كده تراجع معايا، لما يكون قدامك مضاف اليه فانت ممكن تترجمه بطريقتين، ممكن تقلب، ممكن تقلب، وممكن تستخدم الصيغه اللي هي ذا الكلمه الاولانيه او في الثانيه. لما يكون قدامك صفه فانت قدامك حاجه واحده فقط وما ينفعش غيرها. وانا عايز اكد على فكره للاسف في بعضنا بيعملها، اللي هي ايه؟ ممكن تيجي في تجمل اختياري. انت لما تيجي مثلا تقول ايه؟ حضاره عظيمه مثلا. حضاره عظيمه. جمله زي دي. اكتب لك الحضاره، ناخد الجمله عباره المصريه حضاره عظيمه. جمله زي دي. مستر هو مين الفاعل؟ الحضاره المصريه، تمام يا عم. طب مين الفاعل؟
طب حضاره وعظيمه، الجمله دي ما فيهاش فاعل، اكيد انت قلت لنفسك هنبدا بالفاعل، وما دام ما عنديش فاعل فنستخدم الفيرب تو بي وام واز وار ونكمل. طب يبقى انت هتقول لي بقى ذا، اكيد انت بتترجم معايا دلوقتي ذا ايجيبشن سيفيلايزيشن، الحضاره المصريه مالها فيرب تو بي يمشي مع الحضاره المصريه للمفرد، يبقى از حضاره عظيمه. هو عظيمه دي عباره عن ايه بالنسبه للحضاره؟ صفه للحضاره. يبقى انت هتقول لي جريت سيفيلايزيشن، وممكن كان الافضل انك تقول جريت 1، وهقول لك ليه. طيب احنا كده خلصنا، حط نقطه، خلصنا؟ لا ما خلصناش. ايه يا عم مشكلتك في الموضوع؟ ما انت قلت لي قبل كده لما يكون في صفه وبعدين اسم فانت لازم تحط قبلها اوقات. طيب في مشكله ثانيه عايز اقول لك عليها، ايه موضوع 1 دي؟ تخفيفا في اللغه كده، بدل ما تقول لي ذا ايجيبشن سيفيلايزيشن از ا جريت سيفيلايزيشن، فتقول لي سيفيلايزيشن كتير، فتروح نستخدم كلمه 1 بتدل على 1 اللي هي قبلها دي. يعني مثلا لو اقول لك تيك، على سبيل المثال تيك ذا ريد بن، خد انت يا عم القلم الاحمر، اند جيف مي ذا بلاك بن. لاحظ كده، انا بقول لك خد القلم الاحمر واديني القلم الاسود، فبدل ما اقول لك تيك ذا ريد بن اند جيف مي ذا بلاك بن، اروح شايل بن الثانيه وحاطط مكانها 1. طب افرض كلمه بن دي جمع يا شباب، يعني مثلا لو اقول لك تيك ذا ريد بنز اند جيف مي ذا بلاك بنز، خد الاقلام الحمراء واديني الاقلام السوداء، بدل ما تقول 1 هتقول 1، يبقى 1 مفرد لو هي مفرد، 1 لو هي جمع. حلو. طيب في كمان جمله واحده بس هقولها وخلاص على كده. عايزك تقول لي للعلماء دور عظيم في بناء الامم، اخر جمله هنترجمها وبعدين هقول لك على محتوى المحاضره الثانيه ونرجع على كده خلاص. للعلماء دور عظيم في بناء الامم، عايز اترجم الجمله دي يا مستر. هقول لك بص يا سيدي، هو مين اللي ليه دور عظيم؟ العلماء. الجمله دي المفروض نبداها بالعلماء اللي هم الساينتستس. مالهم؟ للعلماء يعني العلماء لهم، يبقى الساينتستس هاف دور عظيم. اكيد انت بتترجم وقلت لي عظيم نكره ودور نكره، يبقى هنترجم الاول كلمه عظيم، يبقى هنقول جريت، وكلمه دور يعني رول. طيب بس انت شايف صفه واسم يا مستر، فاكيد هتحط لي هنا في يعني ان بيلد بناء الامم، يبقى ان بيلدنج نيشنز، اكتر عشان يبقى الموضوع واضح. بص انت قلت لي ان بيلدنج نيشنز، احنا كده خلصنا، خدنا التركيب او بناء الجمله، الفاعل والفعل والمكملات، واتكلمنا في ازاي نترجم الصفه وازاي نترجم مضاف اليه، وخدنا امثله عمليه. اتمنى انك انت تكون استفدت من الفيديو ده، واتمنى انك قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمايلك، علشان انا لما الاقي في اقبال على الفيديو فبشوف ان في ناس بتسمع فبتحفز ان اعمل فيديوهات زي دي. زي ما انت شايف انا ما بديش معلومات قشور زي ما انت او زي ممكن تكون سمعت قبل كده، لك انا بعمل الفيديو بما يرضي الله، لازم تطلع من الفيديو مستفيد، واتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. المحاضرة الجاية يا شباب هناخد حاجتين اتنين قمة الأهمية، هناخد المرة الجاية إن شاء الله رب العالمين تكوين السؤال، إزاي أكون سؤال؟ وهناخد النفي، يبقى احنا المرة الجاية هناخد حاجتين اتنين، فالفيديو ممكن يكون طويل شوية، معلش استحملوا. تكوين السؤال وهناخد النفي، إزاي ننفي وإزاي نكون سؤال وإزاي نجاوب على سؤال، كل ده موضوعه إن شاء الله المرة المقبلة. النهاردة السبت، المرة الجاية اللي هي بعد بكرة، يعني يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله هينزل الفيديو الصبح بحكي لك فيه عن السؤال وتكوين السؤال. اتمنى ان الحاجات دي تكون مفيده، اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو، اوعى تنسى تشير الفيديو وتعرف زمايلك وتكتب تحت في الكومنتس، الحاجات دي كلها هتاخد منك دقيقتين اتنين او اقل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.